دايما الناس في البرامج الغذائيه سواء كان الناس بتعمل حميات غذائيه او بتدور على ان هي تعمل اكل صحي بتتوه تعمل ايه مع الخضار. حلو. دايما الناس متعوده ناكل خضار سوتيه، ناكل شوربه خضار. يا جماعه في طرق كتيره جدا لطبخ الخضار يبقى بطريقه صحيه وينفع يبقى على مدار يومك. حلو. انها التورلي، يعني انا انبسطت كتير ان لما اتفقنا على ان احنا هنعمل تورلي النهارده بطريقه جديده وفي طريقه صحيه فالناس هتقدر تستفاد من النقطه دي وهتقدر تخليه جزء من نظامهم الاسبوعي. حلو. وده بيكسر الروتين وبيديني فرصه ان انت تقدر تستمر على الاكل الصحي مده طويله. حلو. للاسف الروتين في الاكل الصحي بيخلي الناس اسبوعين بالكتير بيملوا. شوربه خضار خضار سوتيه. لا، الاكل الصحي فيه حاجات كتيره جدا فيها تفاصيل كتيره جدا مهم جدا ان نعرفها، منها التورلي اللي هو غني بالخضار، انت عندك كميه فيتامينات ومعادن مهمه جدا. حلو. فلما بتضيف البرغل كمان ده زي ما انت قلت بيدي قوام لشكل التورلي ده في رقم واحد. رقم اتنين ده بيزود لي الالياف كمان، فبالتالي الطاجن او الطبق اللي انت هتاخده كوجبه غذائيه هتبقى وجبه غذائيه متكامله تماما. حلو. فيها كربوهيدرات وفيها نشويات وفيها اللي هي النشويات وفيها دهون. ودفن البرغل ده الحبوب الكامله بتاعت القمح بالظبط. من الحاجات المهمه جدا اللي ينفع تخش في النظام الغذائي زيها زي الرز والمكرونه والكينوا والحاجات دي كلها. ده بالعكس البرغل كمان بيشغل حيز كبير جدا هو والفريك. عايزين ندي للناس فرصه او فكره كبيره عن الموضوع ده ان هو ممكن يبقى ليهم دور في النظام الغذائي لو كنت بتخس او حتى لو كنت بتمشي على نظام صحي.